نقطتين اتنين إجابة لكل سؤال ممكن يخطر على بالك. لو اتظلمتي أو تعرضتي لخذلان، ومعظم النساء لما تيجي تسألني تقولي مش على موضوع العلاقة والسعادة وازاي إن هي تبقى سعيدة في حياتها مع زوجها، بشوف إن الأمر لا يخرج عن محورين اتنين. هو احنا ليه بنزعل من الناس سواء اذا كان زوج؟ او طبعا الزعل من الزوج بيبقى اكتر، بيبقى يعني الواحد صراحه بيبقى يعني لما تيجي زوجه تقول لك مثلا ايه ده انا له محبه وانا بفعل كذا وبفعل كذا ولا يقدرني ولا يشكرني ولا يبقى عارف مثلا قيمه المشاعر اللي جوايا له، وفي نفس الوقت بتتعرض منه لخذلان او بتتعرض منه لعدم شكر او عدم تقدير او لا مبالاه، ما بيبقاش فيه الكلام ده، بيبقى فيه لا مبالاه او خرز زواجي او زواج صامت ولا طلاق صامت. كل الكلام ده بيجي بسبب حاجتين. وركزي معانا، عايزه بس يعني كل زوجه تركز معايا في النقطه دي. اول نقطه، هو احنا ليه بنزعل من الناس؟ ليه؟ اصل احنا بنرفع سقف توقعاتنا قوي للبشر. لما بنرفع سقف التوقعات ايه اللي بيحصل؟ بنتصدم، لانهم بشر ناقصون. ابن القيم زي ما انتم حافظين وشاطرين كده قال يعني ايه، الخلق ناقصون وما كمل من الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجي ارفع سقف توقعاتي قوي وابقى عشمانه قوي وبعدين تعرضي للخذلان تتصدمي. طب الحل ايه؟ الحل ان انت يبقى في دماغك ان ده بشر بيخطا ويصيب. طيب ما هو ما بيقولش، ما هو ما بيشوفش. طب انت عبرتي النهارده عشان بس بقى اعرفك النقطة جاية منين؟ انت عبرت عن احتياجك؟ انا بحتاج منك 1 2 3، انا عايزة منك شكل معين للعلاقة وشكل معين للكلام، حتى كلام الحب اللي انت عايزاه انا عايزاكي ما تقولي. تقولك لما هو ما يفهم، مش هيفهمه حبيبة قلبي والله، ولا هيفهمه ولا هيفهمه يعني. هو المفروض ان انا اعبر عن احتياجي واعرف ازاي اعبر بطريقة صح. مش عبر هقول لكم يعني مثلا تيجي زوجة حبيبتي حديثة عهد وبتحبه وكذا وبتاع، وتقوم جاية كذا وانت مسايبني وانت عاملني وانت مش عارفة ايه، وتقوم جام عيطة ساب الموضوع، رخبطت له فصين دماغه ومش عارف يتصرف، عيطتي خلاص. فيحصل ايه؟ فيحصل نوع من انواع يسيبوا الموضوع الاساسي ونمسك بقى انت صوتك عالي او انت بتقولي كلام او انا كنت عادي ليه، ويمسك في العياط ويسيب الموضوع. معرفتيش فن الطلب في التعبير، فن الطلب احنا محتاجين نتعلم كلنا على فكره، وبناخد خطوات. والله لو اتعلمتي مهاره وبقيتي خطوه 10% المره الجايه 15% ده شيء طيب. النقطه رقم 2، يبقى انا اعبر صح واقول على اهتماماتي واعرف في البدايه ان انا ما ارفعش سقف التوقعات قوي، انا بشر والتمس الاعظم وهكذا، واعبر على بدايه. طيب المراه لها جناحين يمدوها كده، عارفين الموردين اللي بيسقوا الورده ويسقوا القلب؟ في السقيا الالهيه اللي هو حالي مع الله سبحانه وتعالى، دي السقيا الالهيه. ليا جانب ايماني مع ربي والجانب العاطفي. هبتدوكوا بالجانب العاطفي ونختم بالجانب الايماني. الجانب العاطفي هي محتاجه تسمع انا بحبك، انت ست الكل، انت ماليه عين، وحشتيني. محتاجة تسمع الكلمات اللي يمدها بالجانب العاطفي واللي يشبع عندها الجانب العاطفي. محتاجة تسمع كده من زوجها. بصوا يا جماعة، وياريت والله لو الأزواج يفهموا القصة دي. يا ابني لا ذهب ولا ألماز ولا الكلام ده، ولا وأنا بجيب لها، ده أنا مطحون، ده أنا المرأة تشوف العاطفة، حريص عليها، مهتم، أنا بحب، أنا عملت كده عشان بغير عليكي وبحبك فأنا عملت كده. الكلام ده يعمل إيه عند المرأة؟ سقي القلب. بإيه؟ بالعاطفة. ما هو انا قلت لكم في موردين بيسقوا القلب دلوقتي. مورد العاطفي انها تسمع الكلام وتشبع عاطفيا منك، تشبع عاطفيا منك كزوج تكفيها هذا الامر. والجانب طيب خليني قبل برضو ما امشي من الحته دي، تقول لك ايه ما هو انا عايزه اقول، قولي انا عايزاك تقول لي بحبك 6 مرات زي المضاد الحيوي، يعني كده 4 مرات في اليوم كل 6 ساعات ولا كل 4 ساعات. انا عايزاك وانت داخل تقول لي وحشتيني، وانا داخله استقبلك بكذا، لك عليا كذا وانت لك عليا كذا. الحاجات دي مهمه جدا. ليه ساعات ما بيبقاش في خلفيه عند الازواج او عند الشباب، او فاكرين ان الحب او العاطفه او التعبير بيبقى بشكل معين؟ لا يعني للزوجه الامر ده، قولي الشكل اللي يريح. تمام النقطه دي. يبقى سقيا القلب من العاطفه والجانب العاطفي. رقم 2، الجانب الجميل بقى،
الجانب الجميل يا بنت اسمعي كلام، مين ياتي لك بقلب زوجك؟ الله عز وجل. ياتي اليك بقلبه جرجرا هكذا. تكلمي وقولي وعبري وقولي الجانب اللي عليك اللي هو بالاسباب ومين ربها، الله عز وجل سبحانه. لازم يبقى لك حال مع الله. مش بتكلم عن المؤمنه بقى والتقيه وبتاع، البني ادمه الانسان العبد لله سبحانه وتعالى. يعني ما بنقولش مثلا قمه بقى واعملي عبادات ما اعرفش ايه. الاساسيات يا اخوات، الاساسيات يا بنات، الاساسيات يا زوجات. على الاقل الصلاه على وقتها، السنن النوافل، على الاقل ركعتين القيام ما يتسابوش. يعني ايه عدي يوم؟ ليه لو انت ما عندكيش حال مع ربنا في القيام وتشكر ربنا وتناجي ربنا؟ ما بقولش الدعاء، الدعاء يا رب كده واولادي ومش عارف. القيام المناجاه ده المناجاه دي لوحدها ملك لوحده. حصل لي يا رب، وحصل لي يا رب، ويقول يا ربي كذا، ويرضيك يا ربي كذا، وانا محتاجه يا ربي. قولي لجواكي بالبلدي كده، مش شرط التنميط. لازم يبقى اذكارك يا بنتي، اذكار الصباح والمساء، وتقولي كده وتبقي مستشعره الامر. اللهم اني اصبحت منك في نعمه وعافيه فاتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا، واستشعر الامر. يبقى مفيش مثلا صفحه كده الواحد قلبه بيوجعه على فكره، بصدق القلب بيتوجع من صفحه كده في القران. يعني هنتكلم على الاساسيات. لازم يبقى لك حال مع الله. ليه؟ عشان لما اجي اطلب واقول يا رب كذا، يا رب بحق ما بيني وبينه، وايه اللي بينك وبين ربنا؟ الجانبين دول ما ينفعش اي امراه عايزه تعيش في سعاده وفي هنا وعايزه تحس فعلا بالراحه وعدم الخذلان والقهر والكلام ده، لازم تعمل الامر. ادعو الله سبحانه وتعالى اجعلنا واياكم من اصحاب يعني الاحوال مع الله، ومن اصحاب القربات لله سبحانه وتعالى، وربنا يؤنسنا به هو سبحانه، وبعد كده يجيب لنا البشر بقى. ربنا عايزه زوج يجي يقول لي ايه، قول والله مش دعيتي. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. السلام عليكم ورحمه الله.